ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا عصمة ونجاة وفلاح ونجاح وجمال وأذواق وأحوال في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. روى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة عرج بي، ليلة المعراج، رأيت ليلة عرج بي رجلا مغيبا في نور العرش. الله أكبر، مأخوذ موضوع في نور عرش الرحمن، مغيب في النور. التفت النبي: ما هذا الرجل؟ هذا له مقام عظيم. فقلت: من هذا؟ أنبي هو؟ فقيل لي: لا. قلت: أشهيد هو؟ قيل: لا. قلت: أملك هو من الملائكة؟ قالوا: لا. قلت: فمن ذا؟ قالوا: رجل كان في الدنيا من أهل الدنيا، لسانه رطب من ذكر الله. ذكر 24 ساعة، ذكر ما في ليل نهار، ذكر في كل وقت الفراغ، ذكر ذكر ذكر. رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله تبارك وتعالى، وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه، وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه. ومعنى لم يستسب لوالديه أي لم يأتي ما يحمل غيره على سب والديه. يعني بعض الناس يأتي من الفواحش والبوائق وأذية الخلق ما يحملهم على أن يسبوه ويسبوا من ولده، وكذا لك ولمن ولدك. وبعض الناس أيها الإخوة يحمل الناس حملا بلطفه وخيريته وكرمه وصلاحه وحسن تأتيه على أن يقول: رحم الله صلبا انحدر منه ورحما حمله. أليس كذلك؟ اللهم اجعلنا منهم. هذا هو. لذلك صفات ثلاث: لسانه رطب من ذكر الله، قلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه، لم يكن سببا في سبهما، لم يكن سببا في سبهما. هكذا روى الترمذي وابن ماجه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد كثرت علي شعب الدين، أو قال شعب الإسلام، أشياء كثيرة، قال: فرائض ونوافل ومحاب كثيرة، قال هذه أشياء كثيرة. ويبدو أنه كان رجلا مشغول بمرمة معاشه أيها الإخوة، ليس عنده وقت فائض، وقت زائد. فمرني بعمل أتشبث به، لا أستطيع أن أحصي هذه الأعمال كلها. كما أخرج مالك في الموطأ قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، لا تستطيع إحصاء كل الأعمال بمعنى المداومة والمحافظة عليها، مش عدها، انتبهوا. لذلك يستفاد من هذا الحديث في فهم الحديث المخرج في الصحيحين أصله: إن لله 99 اسما من أحصاها، مش من عدها يعني كتبها في ورقة، لا، أحصاها كذا كإحصاء الأعمال، العمل بمقتضياتها والتخلق أيها الإخوة بما يلزم التخلق به منها على النحو اللائق بالعبودية بإزاء الربوبية. هذا معنى الإحصاء طبعا، مش كتبها في ورقة علقها في السيارة دخل الجنة، لا، هذا كلام فارغ، هذا فهم صبياني، فهم عامي عاطل كاسد باطل. استقيموا ولن تحصوا، هذا هو. فالرجل لا يستطيع أن يحصي الأعمال، فمرني بعمل أتشبث به يا رسول الله. انظروا إلى من أوتي جوامع الكلم، انظروا إلى خير معلم ومزك ومرب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بدك وصية جامعة؟ هو لم يقل له والي بين الحج والعمرة أكثر من نافلة الصلاة، أبدا، قال لا، حتى لو قال له أكثر من تلاوة القرآن، الناس لا يستطيعون هذا، وصعب، والقرآن يريد طهارة، وبعضهم لا يحفظه، يريد صحفا يقرأ منها، يكون نائما، يكون مضطجعا، يكون على غير طهارة، محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، يكون في سفينة، يكون على ظهر دابته، يكون يمشي، يكون يستمع إلى أحد الناس، لا تتيسر قراءة في القرآن. معناها أفضل الذكر بإطلاق، أفضل الذكر بإطلاق تلاوة الكتاب العزيز، لكن لا تتيسر. أما ذكر الله كذا باللسان ويواطئ القلب وهو الأفضل أيها الإخوة، فهذا يتيسر حتى للمحدث حدثا أكبر، يجوز له بإجماع العلماء. وتذكر في كل الأحوال، في كل الأحوال، تستيقظ من النوم تذكر، هكذا
تكون مع الناس يتكلمون وأنت تسكت تذكر تماما. في المواصلات العامة أو الخاصة تقود سيارتك، تركب في طائرة، في سفينة، على دبة، تذكر. وهكذا في الحديث الصحيح قالت عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها تصف حاله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قالت كان ذاكرا لله على كل أنحائه. في كل الأحوال النبي دائما قد يذكر، لا يتوقف. النبي كان لا يتوقف عن ذكر الله، باستمرار يذكر الله تبارك وتعالى. هكذا، إذن هذه السنة، يتحدثون عن السنة، هذه السنة الحقيقية، جماع أعمال الخير، أي جماعها، هذا جماع أعمال الخير. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله،